محمد مساء الخير. يا مدام لمين؟ عضو المكتب السياسي لستة ابريل. خلوني اخد تايتل مظبوط. محمد سامعني؟ سامع حضرتك. ايوه اتفضل اتفضل يا محمد. اولا شكرا على الاستجابه للمداخله. طبعا ثانيا كل ما ذكره الاستاذ طارق الخولي هو محض كذب وافتراء. بخصوص انه جزء يعني بخصوص 6 ابريل ولا بخصوص ايه؟ بخصوص 6 ابريل يا فندم. الاستاذ طارق الخولي ليس له الحق التحدث باسم 6 ابريل نهائيا، لان الاستاذ طارق الخولي تم فصله من حركه شباب 6 ابريل الاساسي المهندس احمد ماهر، وانشا ما يسمى حركه 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه، وقامت هي الاخرى بفصله من الحركه، واصدرت بيان اليوم تقول في ان طارق الخولي لا يمثل. بس هو الحقيقه لم يتحدث، قال في هذا الحوار انه لا علاقه له ب 6 ابريل، لم يتحدث عن 6 ابريل ولا يتحدث باسم 6 ابريل حقيقه. اذا الاستاذ طارق الخولي مجرد ان هو كان في 6 ابريل، ده الحوار اللي جه، لكن هو لم يتحدث باسم 6 ابريل. كان في 6 ابريل يبقى لا يشوف 6 ابريل، ما يقولش ان شباب التسجيلات ولا الى اخره بتشوش شباب الحركة. هذه التسجيلات الذي يتحدث عنها هي مضادة للقانون بشكل قوي جدا، هي ضد القانون وضد الحريات الشخصية. هذه التسجيلات خلينا ما نتكلمش على التسجيلات، انت حق الرد بتاعك، انت عايز تقولي ان هذا الشاب لا يتحدث باسم 6 ابريل، لا يمثل 6 ابريل باي شكل من الاشكال. طيب. وعندما يتحدث يتحدث باسم شخصه فقط ولا يتحدث عن 6 ابريل بشكل قاطع. وانا الحقيقه عايز اشكرك على اللي انت بعتولي بالامس مجموعه من المقترحات، وخليني في وقت تاني اقدر اناقشها بشكل مستفيض. محاولاتكم لي انكم تتكلموا مع الحكومه وتقدموا مجموعه من الاقتراحات، انا حدرس ده، ويعني هقدر ان انا اناقشه معاك في فتره تانية. في اي حاجه تانية تحب تقولها يا محمد؟ شكرا. أشكرك شكرا جزيلا. محمد كمال عضو الجبهة العليا ل 6 ابريل.